كثيرا ما اشتكى العراق من قيام تركيا بحجب حصة بغداد من مياه منابع نهري دجلة والفرات، ما تسبب في الآونة الأخيرة في هجرة سكان الأهوار الوسطى بعد انخفاض مناسيب المياه إلى مستويات متدنية قياسية. مربو الجاموس يشكون من أن متوسط تدفق المياه الحالي لا يكفي لتغطية منطقة الأهوار الشاسعة، ويهدد بإصابة أعداد هائلة من الجاموس بالمرض والهلاك. هاجرت الناس، ما ضرت، بقينا احنا تشنبيت، ناس كانت عايشة وهاي بتروسها، ناس فوق 100 بيت هنا عندنا كلها طشت الناس. والله نحن كم واحد هنا بالضيم حالنا، القرص ما كنا، العطش ما أخذنا، هاي حالتنا، سبب كله سبب الماء. السدود التي تقام على نهري دجلة والفرات وزيادة الأنشطة الزراعية زادت من الضغط على موارد المياه الشحيحة في العراق، وسط مخاوف من أن الدول المجاورة قد تخنق إمدادات المياه، وبالتالي هجرة السكان، ما ينعكس سلبا على تربية الجاموس الذي يعاني حاليا من انخفاض حاد في أسعاره. منطقة إشاء الحلاب اللي هي المنطقة اللي احنا واقفين بها الآن، هي منطقة استيطانية سومرية، تقريبا ما يقارب قبل 3 أشهر أو 4 أشهر كان يسكنها أكثر من 100 بيت، 100 عائلة كانت تسكن هنا، عدد الجاموس تقريبا أكثر من 6000 جاموس يعني متواجد بهاي المنطقة. الآن هاي المنطقة تقريبا هجرت بالكامل، كل مربين الجاموس هاجروا، ما بقى إلا بيت واحد أو بيتين، وهم يعني هم أصلا جاي يهيئون نفسهم للهجرة، لأن كل مصادر المعيشة وكل مصادر تربية الجاموس هي خلاص انتهت. هذا ويحمل العراق تركيا معظم المسؤولية عن تقلص مستويات المياه في البحيرات والأنهار العراقية. وأبدت بغداد انزعاجها الشديد عندما بدأت تركيا في تخزين مياه نهر دجلة خلف سد أليسو الشهر الماضي، ما أثر سلبا على الوضع المعاشي لفئة ليست بالقليلة من الشعب العراقي.